السلام عليكم سي حسين، كي داير اخويا؟ بخير هاني، لاباس عليك، امورك مزيانه، كل شيء بخير. اخي العزيز، الى عندك لا بروا في هذا الوقت هذا، يعني هذا الوقت هذا ديال العسل، اخي العزيز راه ما يمكن لكش دير شي دواء كيمائي للخليات ديالك في هذه الوقيته. خويا العزيز، هاد السؤال راني هاد الجواب راني جاوبت فيه واحد الاخ، يعني هادشي واحد السيمانه الفايته بحال هكاك. اخي العزيز، لبروة اللي عندك في الخليه، دق اخي شويه ديال الثومه وديرها في الخليات على الاطارات من فوق الخليه، حيد الخنشة ودير الثومة فوق الخلية أخي العزيز، ودير شوية ديال الزعتر، دير أخي العزيز شوية ديال الزعتر وشوية ديال الكاليتوس أخي العزيز، وصوت على الخليات ديالك، وحاول تهز الخليات من اللور بواحد شوية باش يجيو مايلين لقدام، باش لابروة اللي طاحت كتخرج على الفم اخي العزيز، كيطيح النحل وكطيح على برا. والسمر اخي العزيز كل سيمانه حيد داك الثومه ولي دير وحده اخرى، ولا كانوا الخليات ديالك قرب كل ساعه، من يعني من العشيه للعشيه صوت عليهم شويه ديال الدخان بهذه الطريقه اللي قلت لك، وما تكثرش الدخان باش ما تقتلش النحل ديالك اخي العزيز، والله يسخر لك واستمر في هادي وما تبقاش عندك لا بروة. ومن بعد تحيد العسل اخي العزيز، يمكن لك دير ديك الساعة الدواء اللي فيه يعني ما صالحش مع العسل، ما يكونش فيه، يكون فيه الكيماوي ماشي مشكل. والسلام عليكم. السلام عليكم اخي العزيز. اخي العزيز، خلي الصندوق ديالك ما تحاديش دابا حتى تبغي تحيد العسل، من بعد تجني العسل اخي العزيز اللي فيها الحضنه، كروزي الاطارات ديالك بالسلك وديرها في الاطار ديالك، وديرها في الصندوق اللي شريتي، واللي فيها العسل اخي العزيز ديرها في السطيله، والله يسخر لك تاكلها بالهنا والراحه والشفاء ان شاء الله انت وليداتك وعائلتك. الا فرقت الا درتيه دابا اخي العزيز، راه يقدر كتكون فيه الحضنه مفتوحه وحضنه مغلقه، المهم وغيكون فيه شويه ديال العسل، اللهم خليه حتى تكون غتجني العسل، ومن بعد حيدو ودير اخي العزيز الاطارات ديالك وكروزي عليهم الشهد، واللي كروزي عليهم السلك في الاطارات، دير الشهد في الاطارات وكروز عليهم السلك، واللي فيها العسل ديرها في السطيله اخي العزيز، واللي دعمو بشويه ديال محلول سكري في داك الوقيته ديال التالي ديال الخريف، راه ما كتبقاش الماكله، والله يسخر الاخي. اخي العزيز، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، والله يحفظك ليا اخي العزيز. لاحظوا معايا هاد الشوك هذا، يعني النحل شد عليه بكتافه، الحمد لله الله يسخر فيه، يعني هاد الشوك هذا راكم كتعرفوه. واخي العزيز، السؤال ديال الاخي العزيز من دكالة، تبارك الله عليك والله يحفظك، الطريقه كدار اخي العزيز وكنديروها حتى حنا، ملي كتكون المرعى موجوده كيكون النحل كيدخل يعني العسل بكثرة، كنديروها حتى حنا اخي العزيز، كنديرو 9 ديال الاطارات، كنقصو واحد ولا جوج، وكتبعد المسافة ما بين الاطارات، المسافة ديال سنتيم ولا سنتيم ونص حتى جوج سنتيم، باش النحل اخي العزيز كيجبد
يعني العين السداسية كيجبدها وكتولي غارقة وكتهز العسل بزايد. الطريقة كنديروها أخي العزيز وكيكون فيها الخير والبركة. ولكن إلا جيتي تحسب ودير هاد الطريقة هادي، العيون السداسية اللي غادي يبني لك النحل وتكون يعني غارقة، تكون غارقة باش تهز لك العسل بزاف، كتزيد إطار. إلا خليتي 10 الإطارات، الزيادة اللي غتكون في الإطارات الأخرى راه غادي يهزها الإطار اللي زايد، الإطار العاشر. وتبارك الله عليك والله يحفظك. يعني واش غنقول لك، يعني فكرة زوينة كنديروها حنا ملي كتكون المرعى موجودة وكنديروها الطريق. إخواني الأعزاء، قضية السؤال يعني ماشي سؤال، يعني هذه نصيحة قالها السيد وراني قلتها لكم حتى أنا. إخواني الأعزاء، إلا كنتو عندكم الإسهال في المنحل ديالكم، راني قلتها لكم أنا شحال من نوبة، إلا كان عندكم الإسهال في النحل ديالكم إخواني الأعزاء، خذوا الشيح وطيبوه مع الماء وديروا معاه محلول سكري، ولو يكون كما قال الأخ دابا يكون ليترو ولا جوج ولا ثلاثة ديال الشيح طيب، ويكون مع 20 ولا 30 لتر ديال المحلول السكري حتى هو يكون طايب ما يكونش بارد، وتخلطوه إخواني الأعزاء. راه ما كي السيرو اللي كتعطيو للنحل ديالكم راه ما كيضر لكمش النحل إخواني الأعزاء. منين تبغيو تعطيو محلول سكري ديالكم للنحل ديالكم باش يجبد لكم يعني الشمع الأساس، ديروا الشيح مع الماء وطيبوه هو محلول سكري وعطيوه للنحل ديالكم. والأكثرية في التالي ديال الخرفية، في التالي ديال الخريف كنحيدوا العسل، كنحيدوا العسل إخواني الأعزاء، وكيبقى العسل يعني اللي غياكل النحل قليل، كنعاونوه بشوية ديال المحلول السكري باش ملي كي يدخل الشتاء وكيكون البرودة النحل كيلقى ما ياكل إخواني الأعزاء. وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. ونصيحة مني، وهو في التالي ديال الخرفية مني ما يبقاش العسل على برا، أعطيو للنحل ديالكم ياكل باش يعيشكم ويوجد لكم شهر ثلاثة وشهر جول التقسيم، والله يسخر لكم. إخواني الأعزاء، تبارك الله عليكم والله يحفظكم. ونعاود نقول لكم في هذا الفيديو هذا، أنا راه كثروا عندي الأسئلة ديالكم الله يسخر فيكم، وراني درت لكم اليوم غير الأسئلة، يعني ما كاينش شي حاجة أخرى في هذه اللحظة باش غادي نديروها لكم. ندير لكم القضية ديال العسل، حنا باقي ما كنحيدوش. الترحيل كنت باغي ندير معكم شي فيديو ديال الترحيل من بعد، كنت غادي نجيب النحل من الليمون، ولكن ما مشيتش انا باش نجيبو، جابوه ليا غير شي اخوان كيبيعوا يشريو. اخواني الاعزاء، ومعهم واحد الصديق ديالي. اخواني الاعزاء، دابا
ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد يكون تحييد ديال العسل، وعلى حسب هاد الطرود اللي كيخرجوا دابا من العسيلات راني غادي ندير مراقبة العسيلات وندير لكم فيديوهات ان شاء الله الرحمن الرحيم وندير لكم فيديوهات ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي عند غادي ندير لكم شي سميتو على الام الكاذبه، يعني كيفاش باش كتكون ام الكاذبه، باش كتكون شنو هو الاساس ديالها، كيفاش دايرين البيض ديالها، على حقاش عندي شي سؤالات ديالها على الام الكاذبه. يعني واخا قلت لكم فمي ما اقتنعتش، بغي ندير لكم شي فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الملكة الكاذبة، كيفاش كتكون، كيفاش داير البيض ديالها، وكيفاش كيبقى النحل حتى كيما كيتم النحل ديالها ما كيبقاش. وإخواني الأعزاء، وبغيت نقسم شي خليات، راني قسمت شي بركة، ولكن غادي نزيد نقسم شي وحدين إن شاء الله الرحمن الرحيم فهاد الوقيتة، يعني اللي ما عندهمش العسيلات وداك الشي راني غادي نقسمهم. العسل قليل هاد العام الحمد لله على سيدي ربي، العسل راه قليل شوية، وبغيت نقسم النحل باش نكثر شوية من النحل إلى سخر الله، والله يسخر ليا وليكم ولجميع المسلمين، وتبارك الله عليكم. وشاهدوا معايا فيديوهات وحدين أخرين غادي يجيو إن شاء الله. يعني أنا ما كنقتنع حتى كنشوفكم، يعني شاهدتوا الفيديوهات، كاين يعني كان ملي كنشوفكم شاهدتوا الفيديوهات ديالكم، كنشاهدوا الفيديوهات ديالي اش كتشاهدوهم وكتكثر المشاهده، انا كنتشجع. ولكن كاين شي وحدين يعني كيتفرجوا كيشاهدوا الفيديو وكيخرجوا وما كيديروش الجرس، يعني ملي كيكون الجرس انا كنتشجع كنقول هاد الناس مهما داروا لي الجرس راني مقبول عندهم، وكنولي كيولي فيا الحماس خصني غير فوقاش ندير شي حاجه. هذا هو اخواني الاعزاء، وحنا نتعاونوا بيناتنا، انا نعطيكم يعني اللي عندي، غنعطيكم اللي عندي، والكمال على الله تعالى سبحانه. هذا هو اللي سميتو، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذا المنحل هذا اخواني الاعزاء، هذا المنحل هذا كان عندي محطوط هنا في هذا السدره هذا، كما كتشوفوا الطبيعه كي دايره، والحمد لله على سيد ربي كان السدره موجوده والربيع كاين موجود، وكاين هذا العصفور هذا اللي كتشوفوا هو هذا، كاين داك الشوك اللي وريتكم في الفيديو راه كاين في الفيديو، كاين عصفور واحد اخر كيكون صغير. والحمد لله نتمنى والله يكون خير في حاجه اخرى، مشات السدره يعني طاحت عليها الشتاء والرعاد وداك الشيء وما بقاش النواره، والرعاد راكم عارفين راه كدوز غير باتجاهات، كاين البلاصه اللي دازت فيها الرعده ويعني ضيعت بصله وضيعت التفاح، ضيعت برقوق، ضيعت جميع المسائل، العنب، بلاصه اللي قاصها الحجر كلها ضاعت. ونتمنوا على الله تعالى يخلف لنا وليهم ولجميع المسلمين، والله يسخر فينا وفيكم اخواني الاعزاء، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. وحنا غادي نبقاو مستمرين معكم بحال هكا، اي حاجه درناها غادي تشوفوها معايا، وتبارك الله عليكم وسمحوا لي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الله يعاونكم.